بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المؤتمر المحترم، السيد المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيدات والسادة الحضور الكرام، يسرني أن ألقي مداخلتي باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نيابة عن الحركة النقابية المغربية، وعلى الخصوص إخواننا في النقابات الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معربا عن تقديري وامتناني للسيد رئيس المؤتمر، وأهنئه على نجاح هذا المؤتمر، كما أهنئ السيد المدير العام للثقة التي وضعت مجددا فيه وهو أهل لها نظرا لتعاطيه مع كل القضايا بتفان وإخلاص. كما أشكر البلد المنظم جمهورية مصر الشقيقة قيادة وحكومة وعمال وأصحاب عمل على حفاوة الاستقبال وحسن وكرم الضيافة المعهودة وليست غريبة عليهم. السيد الرئيس، إن انعقاد الدورة 46 لهذه السنة واختيار هذه الموضوع الأساسي الهام المتجلي في علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة في ظل التحولات السريعة والقوية والهيكلية في جميع المجالات ومنها القطاع الصناعي، يلزمنا الوقوف في ثنايا القضايا المرتبطة بعالم الشغل خاصة، وأن التحولات التكنولوجية أدخلتنا بشكل إلزامي في واقع عصر جديد، عصر الآلات والروبوتات، عصر التشغيل الآلي أو ما يصطلح عليه بعصر الأتمتة. وهذا يجعلنا السادة الكرام في صلب إشكالات وتحديات حقيقية، إن على مستوى حقوق العنصر البشري وخصوصا الأجراء والمستخدمين، ويتجلى ذلك في تحدي الحفاظ على استقرار مناصب عملهم دون تسريحهم فرادى أو جماعات، وما ينتج عن ذلك من تعميق أزمة البطالة وتحدي التأهيل والتكوين والمواكبة والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تماشيا مع عصر التكنولوجيا، وكذلك تحدي التأطير القانوني لبعض العقود الجديدة المنتشرة حاليا في المجال الصناعي والخدمات والتي لم تعد تسيرها القوانين المحلية، أو على مستوى التحول الذي أصاب أركان المقاولة ذات البنيان الواضح متنقل بها من المقاولة ذات البنيان الوهمي غير الموجود أو المحدود في أرض الواقع، وبالتالي القضاء على بعض الشركات ذات الطابع التقليدي الصرف والتأثير على تنافسية الشركات واستقرارها. لذلك أيها السادة الحضور الكرام، ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة التي نتوخاها في أفق 2030، وجب علينا تكثيف الجهود لكي نواكب هذه التطورات الجارفة، وحتى نستطيع ضمان حق استمرار العمل وحق العمل اللائق من ناحية، والحفاظ على استقرار المقاولة وديمومة نشاطها وعملها من جهة أخرى. فقد تبدو هذه معادلة صعبة، وستزيد صعوبة إذا ما سلمنا بالأمر دون الاجتهاد والمواكبة الحقيقية والدراسات الواقعية وتطوير منتوجاتنا التكوينية والتأطيرية والقانونية. وفي هذا السياق نثمن البند الفني المدرج في جدول أعمال هذه الدورة، دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، لما لذلك من ارتباط فعلي بما ذكرت، وخصوصا أن الفئات الهشة تحتاج منا إلى دعامة وتركيز أكثر. السيد الرئيس، إننا نثمن كذلك إدراج البند الفني المتعلق بتعزيز الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، لما للاقتصاد الأزرق من دور رئيسي في تطوير الحياة البشرية، بحيث أن المكان التي يحتلها على الصعيد العالمي مهمة جدا، فالبحار والمحيطات تعد محركا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأحد العوامل الرئيسية التي تحدد قوة الدول ومستوى تطورها التنموي، خاصة وأن البحار والمحيطات توفر اليوم حوالي 5.4 مليون منصب شغل، وتخلق قيمة مضافة إجمالية تناهز 50 مليار أورو سنويا. فالاقتصاد الأزرق لم يعد يشمل فقط القطاعات البحرية التقليدية
كالصيد والسياحة والأنشطة المينائية، بل وبات الاقتصاد الأزرق يشمل قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية من قبيل تربية الأحياء المائية والسياحة الإيكولوجية والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية وبناء السفن وغيرها. من هنا تبدو أهمية إيلاء الاقتصاد البحري العناية التي يستحقها أسوة بالأهمية التي يحظى بها الاقتصاد البري. لذلك فالاهتمام بهذا الموضوع في هذا المؤتمر يحيلنا على ضرورة تعميق التفكير بإخراج استراتيجية عمل هدفها بحث سبل النهوض بالموارد الاقتصاد الأزرق المستدام والمحافظة عليه والارتكاز على رؤية ذات بعد منظوماتي مع الحرص على الحفاظ على البيئة وعلى الموارد المائية بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتحسين الصحة الغذائية. سيد الرئيس، عرجت على هذه المواضيع المدرجة في مؤتمرنا هذا دون الدخول في تفاصيلها نظرا لضيق الوقت، لنؤكد أننا كنقابات ممثلي الأجراء نتقاطع معكم الإشكالات المطروحة على وعي تام بها، إلا أن هذا يتطلب منا اقتحام والتفاعل مع مجموعة من التحديات التي تقف في وجه العمل النقابي في جل دولنا العربية، بحيث أن حرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي والتي هي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية وأكدتها القوانين والتشريعات الوطنية قد تراجعت بشكل ملموس، وأن الدور الكبير الذي من المفروض أن تقوم به النقابات أصبح في وضعية محرجة، سواء تعلق الأمر بالقوة الاقتراحية في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية المجتمعية أو بتدبير الوساطة القانونية للتعبير عبرها عن مطالب واحتياجات الأجراء وتنظيم احتجاجاتهم. وسيزداد الأمر صعوبة وخطورة في ظل عصر الأتمتة، عصر الطرد الجماعي وتقليص عدد العمال بالمقاولات، عصر عقود شغل جديدة يصعب ضبطها ومراقبتها، عصر العمل بفضاءات غير مرئية، عصر استعباد العباد، عصر السخرة، عصر أزمة البطالة وغير ذلك من الأمور التي قد تنتج الاستقرار ولا أمن. لذلك وجب علينا أن نفكر في كل ذلك بإمعان وتبصر لاستشراف المستقبل ومواكبة التنمية المستدامة وما تتطلب من جهد على جميع المستويات، خاصة منها المجال النقابي الذي لا يجب أن يغفل عنه خلال وضع أي برنامج استراتيجي والعمل على تقويته باستصدار توصيات والقرارات والدلائل التي من شأنها مواكبة خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وبتفاعل مع المواضيع المثارة، أشير أنه على مستوى المملكة المغربية وبالرغم من ضمان الحريات والحقوق الأساسية التي جاءت بها مقتضيات دستور المملكة المغربية وخاصة الفصل الثامن منه، والتي تؤكد أن تأسيس وممارسة المنظمات النقابية أنشطتها تتم بكل حرية ما دامت في نطاق احترام الدستور والقانون، ورغم المجهودات التي تقوم بها الحكومة وخاصة وزارة الشغل، فإن ذلك لم ينعكس بالقدر الكافي على ممارسة هذه الحقوق والحريات من قبل العمال والمستخدمين. وفي هذا الشأن فإن الحركة النقابية بالمغرب تطالب بإلحاح بالتصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وكذلك مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي بالمغرب. وفيما يخص الحوار الاجتماعي الذي نعتبر تنظيمه بشكل مؤسس ومستقل مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، فإننا نسجل أن الحركة النقابية المغربية اليوم وهي قد سطرت مع الحكومات المغربية تقاليد في الحوار الاجتماعي منذ عقود، ورغم التغيرات التي قد تحدث لأسباب ذاتية أو موضوعية، إلا أننا تمكننا في آخر المطاف من توقيع العديد من الاتفاقات والتي ساهمت في رفع المعاناة عن الأجراء وخففت من الاحتقانات الاجتماعية. واليوم وبعد مخاض وجلسات حوار متعددة، فإن الحركة النقابية المغربية اليوم تمكنت كذلك من انتزاع بعض المطالب، خصوصا الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وغيرها من المطالب الأخرى. وقبل أن أختم كلمتي، لابد أن نتذكر جميعا معاناة إخواننا العمال الفلسطينيين داخل وخارج أرض فلسطين، كما أعبر عن رفضنا القوي للقرارات التي تنافى مع المواثيق
والمقررات والعهود الدولية، وخصوصا اعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني ومحاولة شرعنة احتلاله لأراضي الجولان السورية المحتلة. كما نؤكد على وحدة أراضي الدول العربية ورفض كل نزعات الانفصالية. وفيما يتعلق بعمال فلسطين، نقترح عليكم تشكيل هيئة منبثقة من منظمة العمل العربية تختص بمتابعة العمل والعمال الفلسطينيين، وكذلك إعلان عن مبادرات اجتماعية دورية تدعم مجال العمل والعمال الفلسطينيين داخل وخارج أرض فلسطين. وأخيرا أكرر شكري وتقديري لجمهورية مصر العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقائده الفد الأستاذ المجالي، وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.